التدهورة هي تدهورة أكيد مهمة للقطاع المحوري بالنسبة للصناعة المغربية. قطاع الصناعة الكهربائية والصناعة الإلكترونية هو كيشغل تقريبا 25,000 كفاءة في المغرب، كيصدر تقريبا 20 مليار درهم ديال رقم المعاملات ديال الصادرات، وكيعرف أهم من ذلك تطور جد قوي، تطور اللي كيفوق 30% سنويا، وإبداع وعلامات مغربية. هذا الإبداع المغربي لليوم اللينا كنستعملوه في مجال الصحي، وثم شفتوا الاتفاقية اللي تسنت أمام سيدنا الله ينصره بالنسبة للطب عن بعد برائد في الصناعة الإلكترونية، مبدع في الصناعة الإلكترونية ديال بلادنا. كاين أجزاء ديال قطاع الغيار اللي هي جيل متطورة اللي كتركب أفخر السيارات والسيارات أحدث السيارات، منها علامة أمريكية سيارة كهربائية معروفة اللي كتصدر وكتصنع هنا في المغرب. قطاع حيوي، قطاع محوري، قطاع عنده علامات مغربية اللي كتصدر في العالم كامل، وإبداع مغربي كنفتخروا به، ومننا غير نشجعوا المصنعين والموزعين هذا القطاع، وهذا هو السبب ديال التواجد ديالي هنا.